يقول: هل الحجر من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ وما هو الملتزم وكيفيته؟ وهل يجوز الالتصاق بالكعبة عند الدعاء؟ الحجر من الكعبة، أغلبه من الكعبة، لكن قصر منها واحتطم وسمي بالحطيم، وإلا هو من الكعبة، فالصلاة فيه مثل الصلاة في داخل الكعبة، فيه فضل، فيه فضل عظيم. وأما الملتزم فهو ما بين الباب إلى الحجر الأسود، هذا الملتزم، ما بين الركن وهو الحجر إلى الباب، فيقف الإنسان في هذا المكان إذا تيسر ولا فيه زحمة ولا فيه، يقف في هذا المكان ويدعو. أما أنه يلتصق بالكعبة أو يتعلق بأستار الكعبة هذا لا دليل عليه، لكن إن حصل يقف في هذا المكان بين الركن وبين الباب ويدعو فهذا مكان حري بإجابة الدعاء. نعم.